بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات مدارس المناهج الأهلية بالصف الأول في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة لغتي. ضيف جديد اليوم، سنقوم بشرح مهارات الدرس. قد قمنا بقراءة الدرس، واليوم بمشيئة الله نستخرج المهارات ثم ألاحظ الصور وأقرأ، أحول من المؤنث للمذكر، أكتب بخط جميل، أكمل الجملة، أحلل، أكتب العبارة مضبوطة بالشكل، ألاحظ وأكتب في دفتري. نبدأ بسم الله. ضيف جديد، ضيف مقطع ساكن، ضيف تنوين الضم، وتلاحظون بأن النون تنطق ولا تكتب. جديد، جديد مد الياء، دن دود، ضيف فن، جديد دن. النون يا أبنائي تنطق ولا تكتب. هنا دخلت، 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 دخلت. ما نوع التاء هنا؟ مفتوحة، بارك الله فيكم، تنطق تاء عند الحركة دخلت، وعند الوقف كذلك تنطق دخلت تاء كذلك. المعلمة، اللام القمرية، اللام هنا لا، نوع اللام هنا قمرية، تكتب وتنطق. المعلي هنا حرف اللام مشددا ينطق بحركتين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. المعلمة. ما نوع التاء هنا؟ تاء مربوطة، تنطق تاء في الحركة وهاء عند الوقف. المعلمة. نلاحظ جيدا الفصل، ما نوع اللام؟ قمرية. الفصل، نعم، مقطع ساكن، بارك الله فيكم. فرأتي، ما نوع التاء كما تلاحظون؟ مفتوحة، أحسنتم، تنطق تاء في الحركة وتاء عند الوقف. فرأت. التلميذات، هنا تلاحظون اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، يأتي الحرف بعدها مشددا. التل مقطع ساكن، مي مد الياء، ذا مد الألف، تي. التلميذات، ما نوع التاء؟ مفتوحة، أحسنتم. يتحلى، هيا انطقوا معي، يتحلى، نعم، هنا اللام، هنا حرف مضعف ينطق بحركتين، الأولى ساكنة، لا، يتحلق، مقطع ساكن، يتحلقن حول، هكذا تنطق، مقطع ساكن، حول نورتا، مد الواو، نورتا، نورة، ما نوع التاء؟ مربوطة، أحسنتم، تنطق تاء، نورتا، نورة، يتحلقن حول نورتا. دخلت المعلمة الفصل، فرأت التلميذات يتحلقن حول نورتا، أحسنتم. هنا سألتي، مباشرة نوع التاء مفتوحة، تنطق تاء في الحركة، سألت. المعلمة، مرت علينا هذه الكلمة، لام قمرية تكتب وتنطق، اللام هنا مشددة والتاء المربوطة تنطق تاء في الحركة وهاء عند الوقف. ما هنا، ما نوع المد؟ مد بالألف. الأمر، هنا ما نوع اللام؟ مباشرة هذه قمرية تكتب وتنطق، الأم مقطع ساكن. سألت المعلمة ما الأمر؟ أجابت، هنا مد بالألف وهنا تاء مفتوحة، أجابت، هكذا.
أجابت نورة مرت علينا زمي مد الياء لا مد الألف تي مد الياء في آخر الكلمة وتلاحظون هكذا هكذا يرسم مد الياء في وسط الكلمة وهكذا في آخر الكلمة يا أبنائي زميلاتي يبارك يبارك يباركنا مد الألف وهنا رك مقطع ساكن يباركنا يباركنا لي لي هنا مد الياء وهنا حرف اللام هنا الممدود الحرف الممدود يا مد الألف أستاذة أس مقطع ساكن تاء مد الألف ذات أستاذة ما نوع التاء مباشرة تاء مربوطة أستاذة أستاذة عيادة عيادة مدرسة مدرسة وحدة وحدة رابعة رابعة خامسة خامسة فقرة فقرة وهكذا يا أبنائي فقد مقطع ساكن هذه أنجبت أنجبت أن مقطع ساكن أنجبت هنا بت مقطع ساكن مع التاء المفتوحة في آخر الكلمة أنجبت أمي هنا أين الحرف المشدد؟ حرف الميم أمي وهنا مد الياء فقد أنجبت أمي مولودا مولودا هنا مقطع ساكن مو وهنا مد الواو لو وهنا تنوين الفتح دن وقلنا بأن تنوين الفتح يا أبنائي نأتي معه بالألف وأن النون تنطق ولا تكتب تنطق ولا تكتب فقد أنجبت أمي مولودا أجابت نورة زميلاتي يباركن لي يا أستاذة فقد أنجبت أمي مولودا المعلمة مرت علينا مبارك مد الألف تنوين الضم كوكن كوكن مبارك يا نورة سأزور سأزور مد الواو سأزور أمك أمك حرف الميم مشددا وأبارك أبا مد الألف لها مد الألف لها إن مقطع ساكن إن شاء هنا مد الألف إن شاء الله الله هنا حرف اللام مشددا وهنا حرف الهاء في لفظ الجلالة الله الله الهاء آخر الكلمة تنطق هاء في الحركة وهاء عند الوقف وفي نهاية نهاية مباشرة نهاء مد الألف يأتي نهاية ما نوع التاء مربوطة نهاية الأسبوع اللام هنا ما نوع اللام القمرية أحسنتم تكتب وتنطق أس مقطع ساكن بو مد الواو الأسبوع وفي نهاية الأسبوع زارتي زا مد الألف راتي زارت أحسنتم التاء هنا مفتوحة زارتي زارت المعلمة أسرة 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 تاء ما نوع التاء هنا أس مقطع ساكن را تاء أسرة مربوطة بارك الله فيكم أسرة نورة وباركت نوع التاء مفتوحة لها المولودة نوع اللام قمرية مو مقطع ساكن لو مد بالواو المولودة الجديدة ما نوع اللام مباشرة عندما نرى هذه وننطق اللام قمرية الجديد مد الياء الجديدة وباركت لها المولودة الجديدة وقدمت وقد أين الحرف المضاعف حرف الدال نعم ينطق بحركتين قد قدمت ما نوع التاء تاء مفتوحة قدمت تاء هكذا لعبت أكلت شربت
نامت، هكذا تكون هنا التاء هنا مربوطة مفتوحة. وقدمت له، 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 له. هنا الهاء تنطق هاء في الحركة وتنطق هاء عند الوقف. وقدمت له هدية، هدية، هدية. هنا حرف الياء مشددا، هدية، 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 هدية. ما نوع التاء؟ مربوطة، تنطق تاء في الحركة وهاء عند الوقف. يا أبنائي بارك الله فيكم، ننتقل يا أبنائي لفقرة ثانية. هنا ألاحظ الصور وأقرأ، ألاحظ الصور وأقرأ. هنا ماذا تلاحظون؟ مولودا، مولودا، جميلا، ما شاء الله، مولودا. هنا تلاحظون الحرف باللون الأحمر، مولودا. دادا، دادا. ما نوع التنوين؟ أحسنتم، تنوين الفتح. تنوين الفتح نأتي معه بال ألف، بارك الله فيكم، مولودا، مولودا. والنون، والنون تنطق ولا تكتب. هنا يا أبنائي، ما الأمر؟ ما هذه؟ هذه علامة استفهام. ما الأمر؟ ما الأمر؟ من التي قالت هذه الفقرة؟ ما الأمر؟ من التي قالت هذه الجملة؟ المعلمة. ما الأمر؟ تسأل سؤالا، ما الأمر؟ نعم. هنا يا أبنائي، زارت المعلمة أم نورة وباركت لها المولودة الجديدة. تلاحظون الحرف باللون الأحمر هنا وهنا وهنا وهنا. زارت، باركت، زارت، باركت. التاء هنا مفتوحة، تنطق تاء. زارت، زارت، تنطق تاء في الحركة وتاء عند الوقف مباشرة، تاء مفتوحة. أما هذه المعلمة، المعلمة، نورة، نورة. هنا نوع التاء هنا مربوطة، تنطق تاء في الحركة، المعلمة، المعلمة، نورة، نورة. بارك الله فيكم. زارت المعلمة أم نورة وباركت لها المولود الجديد. أحسنتم. ننتقل هنا إلى أحول من المؤنث، هذه بنت وهذا ولد، نورة فواز. نقول فرحت نورة، فرحت نورة. أم هل نقول فرحت فواز أم فرح فواز؟ فرح فواز، فرح فواز. نعم. هنا ماذا تلاحظون؟ شرب فواز الماء، وهنا نقط نورة الماء. هل نقول شرب نورة أم شربت؟ أحسنتم، شربت نورة الماء. شرب فواز الماء، شربت نورة الماء. ستقومون بكتابة الكلمات هذه يا أبنائي بخط جميل. ننتقل هنا، أقرأ العبارة الآتية ثم أرسمها بخط الجميل وكما تعلمنا مبتدئا من السطر الأخير. زارت المعلمة أسرة نورة وباركت لها المولودة. هنا تلاحظون حرف الزاء وحرف الراء وحرف الراء وحرف الواو وحرف الراء، ينزلون من هذه الحروف، تنزل من على السطر ولكن بخط جميل. زارت المعلمة أسرة نورة وباركت لها المولودة، بخط جميل يا أبنائي ستقومون برسم هذه الجملة. ننتقل هنا، أكمل الجملة بالكلمة المناسبة. ماذا قالت المعلمة لنورة؟ ماذا قالت المعلمة لنورة؟ هيا نقط يا نورة. أحسنت يا نورة، بوركت يا نورة، مبارك يا نورة، مبارك يا نورة. أحسنتم، مبارك يا نورة. أحسنتم يا أبنائي. هنا أحلل الكلمتين الآتيتين إلى مقاطع وحروف ثم أكتبها. تلاحظون معي هذه، قلنا بأن المقطع الساكن يأتي في مربع والمد مع الممدود. مو هكذا ننطق الكلمة، مو
لودن. مو هذه لودن هكذا. مولودن مولود. أما هذه تلاحظون هنا يا أبنائي حرف الدال مشددا، وقلنا بأن الحرف المشدد يأتي بحرفين، نقوم بفك الحرف هذا. قد د الأول ساكن، دائما ساكن. قد 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 يأتي مع الحرف الذي قبله، قد د ما ت هكذا. قد د ما قد د مت قد د مت. تلاحظون حرف الدال المشدد، أي حرف مشدد نقوم بفكه. الحرف الأول ساكن يأتي مع الحرف الذي قبله مباشرة. هذا قد هذا د مت قدمت. مولود قدمت. أحسنتم بارك الله فيكم. هنا أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل. نكتب: دخلت المعلمة الفصل فرأت التلميذات يتحلقن حول نورة. نلاحظ ونتبع قواعد الخط بالحركات. دخلت دخلت المعلمة المعلمة، هنا تاء مفتوحة وهنا تاء مربوطة. الفصل اللام القمرية المقطع الساكن. فرأت فرأت التلميذات التلميذات يتحلقن حول نورة بخط جميل يا أبنائي بارك الله فيكم. ستقومون بكتابة هذه الجملة: دخلت المعلمة الفصل فرأت التلميذات يتحلقن حول نورة. هنا ألاحظ العبارة الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي: سألت المعلمة التلميذات الصغيرات ما الأمر؟ هنا يا أبنائي أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي. سأقوم بإرسال بعض الجمل لكم، تقومون بكتابتها إملاء، وستكون مشتملة على التاء المفتوحة والتاء المربوطة. بارك الله فيكم. في هذه الحصة يا أبنائي قمنا بشرح مهارات الدرس، أيضا كذلك ألاحظ الصور وأقرأ، أحول من المؤنث للمذكر، أقرأ العبارة الآتية، أكمل الجملة بالكلمة المناسبة، أحلل، أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل، ألاحظ العبارة والواجب إملاء. بهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا معكم شرح درس ضيف جديد. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتساب والتليغرام. تعليمنا مستمر بهمتكم. دمتم بخير، وكما تعودنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيكم وأن يحفظكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.